هيدي لامار الممثلة النمساوية الجميلة والجذابة والتي اعتبرها البعض أنها أجمل امرأة ظهرت في تاريخ السينما. كانت أكثر من مجرد وجه جميل، فقد كانت عالمة الرياضيات الذكية. هل تصدق أنها مخترعة تقنيات البلوتوث والواي فاي والطيف الترددي؟ إنها واحدة من أهم نجوم القرن الماضي. ولدت هيدويج إيفا كيسلر المعروفة إعلاميا باسم هيدي لامار في النمسا، وكانت الابنة الوحيدة لأب يعمل كمدير بنك وأم تعمل كعازفة بيانو. تنحدر هيدي لامار من عائلة ذات أصول يهودية، حيث تميزت طفولتها بالهدوء والبساطة، ولم يكن هناك ما يسحرها في سنوات طفولتها الأولى سوى السينما والأفلام. وإلى جانب أنها ممثلة، كانت عاشقة للرياضيات والتقنية حتى